التحديات كثيرة والمؤامرات متعددة، ومحاولة التشكيك في مؤسسات الدولة كما قلت لا تتوقف، ولكن دائما يبقى الأمل، يبقى الرجال المخلصون الذين أخذوا على عاتقهم مهمة حماية الوطن والسعي إلى تذليل المشاكل والأزمات. ومن بين هذه المشاكل هو ما نراه أحيانا فيما يتعلق بقانون التصالح على مخالفات البناء، فيما يتعلق بقانون اشتراطات البناء، فيما يتعلق بقانون التطوير العقاري، وقس على ذلك الأزمات متعددة، ولكن أيضا التساؤلات حول المشروعات القومية وجدواها وقدرتها ربما تتباين فيها وجهات النظر، ولكن الحقائق دائما تفرض نفسها. معنا اليوم السيد النائب هاني العسال، وكيل لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ. سيد النائب أهلا وسهلا بك. أهلا بسعادتك. يعني اسمح لي ولك باع في هذا الأمر، أبدأ بالقضية التي تشغل الناس دائما، وهي قضية إمتى نشوف قانون التصالح على مخالفات البناء على أرض الواقع؟ هو والله قانون التصالح هو يعني أولا مقدمة سعادتك رائعة، وأنا بشكرك على الدعوة دي، لأن لازم يحصل توضيح. قانون التصالح ده مش قانون عادي، ده قانون جبار يمثل 80% من حجم مصر. هو مشوش، هو اسمه تصالح لكن في الحقيقة هو مش تصالح، ده إصلاح عقاري بالتصالح. أرقى أنواع الإصلاح اللي هو بالتصالح. تخيل أنه بيمثل 27 محافظة. يعني هقول لك يمكن هو كلام مفاجأة، يعني ان 80% من حجم مصر السابقة هو بناء بدون ترخيص، او 80% للأسف الشديد للأسف الشديد او بدون تخطيط في عشوائيات. يعني مصر يمكن بقالها دلوقتي اكتر من 165 سنة. يعني هقول لسعادتك قصه قصيره كده او حكايه صحيحه حصلت سنه 1867. كان حاكم مصر خديوي اسماعيل، نعم، سافر باريس عشان يتقابل مع نابليون، فشافها حلوه قوي، فكان في ذاك الوقت مهندس هناك موهوب اسمه هاوسمنت، فقابله ودعاه لمصر وعشان يعمل عاصمة لمصر. فهاوسمنت جاب معاه ناس مهندسين من بلجيكا ومن النمسا ومن إيطاليا، وخططوا من كوبري قص النيل لغاية العتبة 50,000 فدان، وطلعت القاهرة أجمل مدينة في العالم ساعتها، وكانت أوروبا بتيجي تعمل زيارات ليها، واليابان عملت لجنة عشان تزورها عشان تعمل حاجة زيها. ومن ذاك الوقت الى الوقت الحديث ما اتعملش حاجه مخططه بقيمه تقدميه كده الا بقرار جه من واحد عنده رؤيه ل 100 سنه و 500 سنه، يعني عنده فيجن كده، وكمان يعني مش واحد عادي ان يدي القرار ده، ان محدش يدي القرار ده، محدش يقدر يديه، لانك لو اديت القرار ده فين دراسة الجدوى؟ هنا دراسة الجدوى يعني مختلفة عن العلم الاقتصادي، دي رؤية يعني دي فيها فيجن. فادى قرار لبناء العاصمة الإدارية 246,000 فدان. يعني أدى سنغافورة مثلا 8 مرات. أدى القاهرة 5 مرات. القاهرة 50,000 فدان. فشوف القرار، القرار ده يعني انا بعتبره استثمار للفكر اللي هي اسمها النو هاو الفكره. اصلي اغلى حاجه واغنى حاجه هي الفكره، النو هاو. هو جات له الحته دي لما شاف المشاريع وفتحت بقى يعني الحتة الجريئة دي اللي محدش كان شايفها وشافوها، فتحت بقى افاق التعمير في مصر كلها وفي الشرق والغرب والجنوب،
هو الصعيد مصر كان حد يداري بيه؟ ابدا. يا راجل ده كان منسي. صحيح. يعني ولا الحدود كلها، يعني انا راجل ببني في جنوب سيناء وعارف سيناء وعاشق لسيناء، يعني كانوا مهمشين. والساحل الشمالي ده، الساحل الشمالي النهارده بقى كده فرحه فرحه. شهر 6، شهر 7، شهر 8، شهر 9، 4 شهور في السنه فرحه، ده كان 50 يوم. الساحل الشمالي كنا بنروحوا 50 يوم كده على استحياء، ونيجي مفيش فيه خدمات تكفي ولا عياده كده حلوه ولا ولا ولا. دلوقتي بقى ما شاء الله حاجه كده فرحه فرحه بالطرق. دي احنا في الطرق، يعني انا يعني انت كده يعني بتنكشني. مصر عملت 2800 كيلو طرق في 30 سنه. دلوقتي مصر عملت في الثمان سنين اللي فاتوا دول 19000 كيلو طرق. انت عارف دي معناها ايه؟ كان ترتيب مصر عالميا 124. انت عارف بقى كام دلوقتي؟ شوف السرعه وشوف الخطوه. 28. ايوه. احنا لما جينا يعملوا كاس العالم في مصر خدت زيرو. صحيح. يعني اقول لك ايه؟ يعني دلوقتي بقت 28. يعني هو في كده نوع من ال الحماس جه لمصر كلها وللمصريين، وان ده كان في يعني 15% كانت بطاله، دي اللي كانت الاحصائيات، لكن في الحقيقه كانت 30%. في الحقيقه كان، انت عارف سعادتك، ان اكتر من 60% من مصر شباب. هو ده الوقود بتاعها الحقيقي. يعني وكان حوالي نصهم عاطل. دلوقتي احنا 7%. المعلن كان 15، دلوقتي المعلن 7%. و7% ده في منهم كتير يعني داي البطالة مقنعة يعني. يعني لسه انت عارف عصر الدعم يعني ما فيش الحماس. يعني اصل في حاجات كانت موجودة وراحت. يعني كان في شعارات حلوة كده زمان. يعني العمل شرف، العمل واجب، العمل حق، العمل يعني دين. ده ربنا خلق الانسان في عمل، في كبد. هو كبد يعني مشقة. صحيح. يعني عمل، يعني هو في عمل بالراحة ولا عمل بالمشقة. وفي المشقة دي وفي توظيف نفسه زي ما ربنا خلقه، بتيجي رزقه وبتيجي صحته وبتيجي السعاده بتاعته. شوف قد ايه ثلاثه. العكس بقى، انا عندي واحد اعرفه سوى معاه شو بدري، فقلت له هتيجي تشتغل معايا بقى يا عم؟ هو كان بيشتغل في الحكومه. سوى معاه شو، قلت له تعالى بقى اشتغل معايا بقى نفس شغلك السابق، خش معايا في القطاع الخاص. قال لا 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 لا، انا كده عملت اللي عليا، هضرب ميه وهوا. يعني ريح يعني. زي ما يكون، الله اعلم، زي ما يكون قرار هو قاله بلسانه فمخه خده ادى اوردر لكل جسمه. هو كان صحته كويس زي الفل، في سنتين عيب كل امراضه ومات. بقيت قاعد انا واصحابي بنعدي ونضرب كف على كف. يعني فهو في مفهوم جديد بقى اللي هو الحماس والحب. صحيح. يعني زي ما يكون القائد ده في صفة إيجابية دخلت في كل الدولة. طب ده رجعنا لقانون التصالح. في تقديرك قانون التصالح دوت، هو فيه تطورات كتيرة قوي بتحصل في مصر في الشغل. ده في الناحية الإيجابية. قانون التصالح دي الناحية السلبية. هو في 27 محافظة. صحيح. شوف بقى المفاجأة بقى، فيهم أكتر من 40 مليون مخالفة. أكتر من 40 مليون مخالفة. طبعا. كنت بقول لك 80%. و80% مخالف، دي يعني
حتى مدينه ناصر اللي اسمها مبنيه مخططه بمخلفات في الارتفاع، حتى مصر الجديده اللي مبنيه مخططه، العروسه الحلوه اللي عملها البارون امبال، وهو خلي بالك بارون امبال غير مصري، عمل 2500 فدان. شوف بقى شكلهم ايه. اياميها كانوا بيكتبوا في الصحف ده كسب 7 مليون جنيه، وقعدوا كده يكتبوها ويطولوها قوي. اهو مات البارون امبال. طب اللي باقي ايه؟ مصر الجديد تساوي ايه؟ مئات المليارات، مئات المليون، مئات المليارات. هي دي التنميه. هي دي التنميه المستدامه والتنميه الشامله والتنميه المقصوده اللي هي بتحصل دلوقتي. فقانون التصالح هو اتناقش في المجلس وخده مع رئيس الوزراء، بس انتهت مده المجلس. فهو في الدوره الجديده هيطلع القانون ده، بس هي مش بالساهل انه يطبق، لانه يمثل 27 محافظه باكثر من 40، اكثر من 40 مليون مخالفه، اكثر من، احنا بنقول 80% عشان على استحياء ما نقولش اكثر من 80% غير مخطط وغير منظم. طيب احنا معنا سياده النائب طارق شكري اللي هو وكيل لجنه الاسكان ايضا بمجلس النواب. سياده النائب اهلا وسهلا، ومعنا السيد النائب هاني العسال، وبنتكلم على قانون التصارع على مخالفات البناء. هل فعلا يمكن ان يناقش هذا القانون مع بدايه دور الانعقاد القادم؟ اولا يا فندم، انا تقديري ان هو هيكون على الاولويه التشريعيه الاولى في دور الانعقاد الرابع اللي هيبدا ان شاء الله 1 اكتوبر القادم. كويس. كما تعلم سياده النائب انه القانون ده تم مناقشته في لجنه الاسكان في دور الانعقاد الثالث، وعملنا عليه مناقشه مجتمعيه موسعه، وحصل يعني حضور لوزير الاسكان ووزير الحكم المحلي. صحيح. ومناقشه كانت في لجنه تعتبر الاكبر في الدور الانعقاد الثالث، حضرها تقريبا يعني عدد كبير جدا من الساده النواب، اللي طبعا كل واحد جاي بهمومه في دائرته عن ملف التصالحات حصل ايه في نسخته الاولى. الحقيقه النسخه الاولى لم نكن نحالفها التوفيق. السبب في كده هو انه احنا بنتكلم عن 2.8 مليون مخالفه تم استرداد 25% عنها، ما تم الوصول لاستماره 10 لا يتجاوز 4%. وهي نسبه طبعا مفزعه للغايه، بتؤكد ان في غلطه ما حصلت. تقديرنا بالفحص وقراءه المشهد بشكل عميق هو مجموعه من الاخطاء سيتم تداركها في قانون التصالح الجديد. اولها انه فيما يخص القرى والنجوع لن يكون هناك لجان، وسيعتبر يعني التصريح او الافاده عن المخالفه بمعرفه صاحب الشأن هي المصدقه، مع اقرارات قانونيه مهمه جدا وحساسه جدا في حاله ان هو قال كلام غلط هيتحاسب قانون. تمام. علشان نجنب اخواتنا واهالينا في القرى كم اللجان اللي مستحيل انه يقدر ينزل يحصر في كل قرى ونجوع هذه المخالفات، ويعتبر دي خطوه قفزنا بيها على مرحله عشان نقفل باب المخالفات الى غير رجعه، ويبقى خلاص احنا قفلنا صفحه من الماضي. دي نقطه مهمه وحساسه وحاكمه. النقطه الثانيه ان الدفاع المدني الحقيقه احنا كنا حصل تنسيق مع الاجهزه المعنيه، لان كانوا بيحطوا اشتراطات كما لو كان المنشا المخالف هو منشا جديد لسه على لوحات، فبالتالي بيطلبوا كثير من الاشتراطات الغير قابله للتطبيق، زي بيطلب مثلا خزان ارضي بحجم معين كبير مش متاح انه يتعمل، زي ما يطلب فاير فايتنج في مباني سكنيه هي بالاصل مش مطلوبه. فعملنا جلسه معاهم وانتهينا الى تسهيلات وتيسيرات، لانه مش هيبقى مطلوب اي شروط دفاع مدني لاي مبنى لغايه 5 ادوار، وما خلاف ذلك هتكون بشروط مقبوله وقابله للتطبيق، لان فكره انك تطلب مني حاجه غير قابله للتطبيق يبقى نتج عنها ان المصالحه وقفت. تمام. وبالتالي يبقى عدد ما يتم من ملفات تصالح كان بيبوظ بشكل كبير جدا بسبب القصه دي. ايضا كان في بنود كثيره بيمنحها القانون، زي التصالح على الارض الزراعيه، زي على اراضي الاعصاب، الحوزه العمرانيه، المباني خارج الحوزه العمرانيه، مباني خارج الحوزه العمرانيه، حول الارتفاق خلافه. فالحقيقه القانون اتاح انه يمكن التصالح عليها بموافقه جهه الاداره، يعني جهه الاداره هي اللي بتقيم الموقف وبتشوف من عدمه قبولها من عدمه، فبالتالي فتح للباب امام نقط كثيره جدا جدا. لكن كما اشرت مصطفى بيه انه فكره
انهاء الاحوزه العمرانيه والتجمعات السكنيه المتطرقه هي فكره حاكمه، علشان احنا في الاخر قدام واقع نتكلم عن تجمع سكني فيه 200 واحد فيه 300 واحد، لابد من التعامل معاه بشكل موضوعي وحقيقي وعدم النظريه في الامر ده، عشان نقدر نطلع بحقيقه ان هنعمل خط فعلي اسمه نهايه 23 انتهاء المخالفات وتصحيح السابق. شكرا ليك المهندس طارق شكري وكيل لجنه الاسكان بمجلس النواب. اعود اليك مره اخرى باشمهندس. حقيقه يعني في كلام عن التصالح على الجراجات، على مساله الاحلال والتجديد، هل المسائل دي ممكن نقول حسمت بشكل نهائي؟ انا ممكن اقول لك يعني حاجه مختصره على اهميه قانون التصالح. نعم هو زي ما المهندس طارق قال، يعني التصالح على العقار بصفه عامه. يعني في عقار في المدن، وفي عقار في القرى، وفي ارض عقاريه هو بيطبق دلوقتي، بس هو الحجم ضخم قوي لدرجه ان مش هيكون متوفر لجان تقدر تعمل كله في وقت واحد. دي اول خطوه. ولكن هي فيها عبقريه انشاء او عبقريه يعني في دولتين دلوقتي في مصر. دوله اللي هي الجمهوريه الجديده اللي هي مكونه من 62 مدينه ذكيه، حاجه كده حلم. وفي الدوله السابقه اللي هي 80% منها عشوائي او غير مخطط او غير مرخص. بيبقى شوف الحته العبقريه دي بقى، بالتصالح وبتطوير الدوله بقى القانون ده بيتطور الدوله. لانه لما يكون واحد مغتصب ارض في الصحراء ولا درعها ولا 200 300 فدان، الدوله بتاخد منه 50% تعمل منها طرق وخدمات ومستشفيات ومدارس ووحدات واخره، وبتدي له 50% بتتصالح معاه فيهم. فهو بقى في دوله. فبالتصالح ده اصبح في تخطيط جديد، واصبح في خطوات ليها. من ضمن الخطوات الاستمارات التصالح، الاستمارة الاولى والثانيه لغايه لما يوصل الاستماره 10. لما يوصل الاستماره 10 معناها ايه؟ شهاده ميلاد جديده للعقار. تمام. بدل ما كان عقار ده عبء وملكيه على المشاع، شوف الحته دي ملكيه على المشاع، اصبح ملكيه حره منفرده. يحميها القانون، وبقت دخلت جوه القانون، دخلت جوه الدوله، يقدر حتى ياخد عليها قرض من البنك. شوف قد ايه بعد ما كانت على المشاع، والناس لما بتيجي تشتري وحده على المشاع بيخافوا يقعدوا يقروا قران وبتاع، ولما الملك يموت يخشوا مع الورثه، والمحاكم مقدسه بالقضايا اللي ما بتخلص. فالقانون ده عبقري. ده من القوانين الشديده اللي طلعت بجراه، ومحدش عرف يطلع قانون زي ده سابقا، خافوا يطلعوه. يعني ان المساحه ضخمه. فهو بيحول الدوله من كيان ملوش قيمه الى كيان ليه قيمه، بل ليه قيمه خلاص. القيمه دي تتحسب قيمه ماديه. وكمان شوف بقى الاضافه الثانيه بقى، ده بعد ما يتم الثمره 10 دي، البيع بقى يبقى حر بقى خلاص. واحد مالك ملكيه حره منفرده يبيع ويشتري. والبيع والشراء ده كل يوم 24 ساعه في كل مصر. لا يتوقف البيع والشراء، بيتعمل بعقود عرفيه. مفيش حد بيكسب منها، بل بالعكس، مال ملوش حدود وملوش نهايه، مهدر. طب احسبه بقى بالعكس، لو بقى عنده شهاده الميلاد دي وبقت ملكيه حره منفرده مسجله في الشهر العقاري، يروح يسجل ويدفع المصاريف. التسجيل ده معناه ايه؟ باختصار شديد، انت عارف الجنريتر اللي بيولد كهرباء؟ انت جبت جنريتر حطيت له 100 لمبه او حطيت له 10. حطيت له 10 وهو بيساع 100، فانت استفدت ب 10 وحضرت 90. لو جيت بعديها بمده تحط 90 أكيد. مش هتعرف تعوض اللي فات. هو الشهر العقاري كده. المال كل يوم بيتحط في الشهر العقاري
اذا اتسجلت اذا كانت ملكيه حره، اذا كانت مش ملكيه حره بيضيع. قد ايه الاموال دي بقى؟ مئات المليارات طبعا، وقعدت احسبها وممكن نحسبها بالورقه وبالقلم. طيب هي دي قيمه. ناخد فاصل ثم نعود لنكمل الحوار مع السيد النائب المهندس هاني العسال وكيل لجنه الاسكان بمجلس الشيوخ بعد الفاصل. عودة مرة أخرى للحوار مع سيادة النائب هاني العسال، ولكن قبل أن نتطرق للعديد من القضايا الأخرى معنا على الهاتف الدكتور محمد راشد عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري. دكتور مساء الخير، أود أن أسألك عن أهم ما يحويه قانون التطوير العقاري الذي هو يعني طور الخروج وطور أن يكون قانونا يصدر من الجهات المختصة مجلس النواب على وجه التحديد. مساء الخير طبعا استاذ مصطفى، ومساء الخير على الساده المشاهدين وضيوفك الكرام طبعا موجودين مع حضرتك في الاستوديو. هو فقط ضيفي السيدة النائب هاني العسال. النائب هاني العسال طبعا. طبعا قانون التصالح يمكن الفتره اللي فاتت كان ظهر على حسب القانون رقم 7 تم تعديل القانون رقم 1 سنة 2020، وهو كان صدر أصلا سنة 2017. نعم. ويمكن كان زي ما كان المهندس طارق شكري كان في مداخلة كان اتكلم إن يمكن ما حققش الهدف المرجو منه للوصول بالاستمارة رقم 10 بالعدد المسموح به. نعم. يمكن الموضوع أبعد من كده بكتير لأنه بيمس أمن مصر الغذائي. يمكن التصالح ده أو المخالفات بتتم على أراضي زراعية، فده طبعا بيمس الامن الغذائي للدوله في تعدادها فوق ال 100 مليون. فده طبعا موضوع مهم جدا ان احنا نقدر نوصل لصيغه، ويمكن كان المفروض ان هو خطور الانعقاد اللي كان انتهى كان هو يصدر القانون، ولكن تم تاخيره علشان زياده من الحكومه كتاخد فتره ازاي ان احنا ناخد اكبر شريحه من هذه المخالفات للاستفادة منها والوصول للاستمارة رقم 10. الهدف الأساس في قانون التصالح إن أنا بعمل شهادة ميلاد لهذا العقار. شهادة ميلاد أقدر إن أنا أبيعه، أقدر بدل ما كانت المخالفة الموجودة دي بتعقني من إن أنا أبيع هذا العقار أو إن أنا أقدر أستفيد منه، لا أنا بقنن، والفلوس اللي خارجة أو الرسوم اللي بتدفع في استمارة وصولا للاستمارة 10 الفلوس دي ما بتروحش على الموازنه العامه للدوله، ولكن بتوزع على المحافظات. يعني مثلا لو هي في محافظه معينه في رسوم معينه اتدفعت للتصالح على العقارات اللي موجوده في هذه المحافظه، بيتم توجيه 25% منها لقصه الاسكان الاجتماعي و 39% لاصلاح طبعا واعاده البنية التحتية اللي هي حاجة ضرورية جدا طبعا اللي بتقوم عليها أي تنمية. فأنا شايف أنه قانون التصالح يمكن التأخير اللي تم فيه دي حاجة كويسة عشان أدي فرصة فعلا أو إزاي أن أنا أقدر أنزل بقرارات أكثر فعالية وآليات قابلة للتنفيذ عشان أقدر المستهدف فيه في الآخر أني أقدر أن أنا أقنن الوضع. دي الجزء الأولاني. الجزء الثاني طبعا إحنا يمكن الثلاث شهور اللي فاتوا أو يمكن 23 في صدور قرارات كتيرة جدا خاصة بالتنمية، بداية من 22 قرار صدروا بعد اجتماع طبعا قيادة سياسية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وصدور 22 قرار على الإصلاح التنمية أو في الإصلاح الاستثمار عموما في مصر، وصولا طبعا بقرارات اللي هي الجنسية. وصولا امبارح كان في صدور قرار من مجلس الوزراء يمكن في موضوع الاقامه امام الجنسيه، وبرضه تشجيع او تهيئه مناخ الاستثمار في مصر. طبعا من ناحيه تسهيل اقامه الشركات، ان انا بحاول ان انا اجيب الشركات الاجنبيه واسهل الاجراءات الكترونيا. فيمكن احنا لخصنا او شلنا 62% من الاجراءات اللي كانت مطلوبه لاقامه مثل هذه الشركات.
نعم. كل ده لازم بيتواكب مع بعضه وصولا لهدف محدد، واللي هو في الوقت الحالي المستهدف الاساسي ان انا اقدر ان انا ازاي ان انا ازود الاحتياط النقدي في البنك المركزي المصري. شكرا لك دكتور محمد راشد، عضو مجلس اداره غرفه التطوير العقاري. سيادة النائب بسألك عن قانون اشتراط، الكلام بتاع اشتراطات البناء، ناس كتير بتشتكي من انه كل ما طرح انما يمثل غبن لكثير من الناس اللي اشترت اراضي وانت بتفرض عليها اربعة ادوار او غير. من خلال يعني مباحثاتكم مع وزارة الاسكان والجهات المعنية، الم تتوصلوا الى حل بهذا الصدق؟ والله هي محلولة. نعم. انت عندك دلوقتي، انا قلت لسعادتك سابقا ان مصر مقسومة اثنين، مصر السابقة والجمهورية الجديدة. صحيح. مصر الحديثة. الجمهورية الجديدة بتتكون إلى الآن من 62 مدينة ذكية. صحيح. بيتوفر فيها جميع شروط البناء، يعني حتى العمارة الخضراء، حتى العمارة الذكية، حتى البنية التحتية اللي ملهاش حل وملهاش، يعني لو أقعد أوصف لك في البنية التحتية ممكن تتغنى بيها لأن دي نجاحها، وهي دي اللي صرفت كتير. نجاحها ينجح أي مشروع بعد كده فوقيها. أهم حاجة اتعملت في مصر البنية التحتية، لو صرفت قد اللي صرفته 10 مرات مش خسارة فيها، هو ده النجاح. وكمان في حتة مهمة بقى، كل حاجة اتعملت في مصر بأيدي مصرية وبفلوس مصرية. يعني الأجانب بيبدأوا يخشوا دلوقتي لما تشوفوها احلوت. صحيح. بس وإن أصبحت أكبر استثمار في العالم بقى في مصر. نعم. ليه بقى؟ لأن فيها أكبر مشاريع قومية في العالم. يعني العاصمة الإدارية أكبر مشروع قومي في العالم. كمان أجمل مشروع قومي في العالم. شوف الحتة دي ما حدش واخد باله منها. وممكن أنت لما بتصور العالم بتقول لأ ده العالم فيه حاجات حلوة كتير قوي. والله وأنا أتحدى أجمل مشروع قومي في العالم، أجمل مشروع، لأنه أولا ليه تلات عبقريات؟ أول عبقرية عبقرية القرار اللي قاله تتعمل المدينة دي في الحتة دي، دي العبقرية التانية في الحتة دي، لأن الاستثمار في مصر متجه شرقا، شرقا يعني هنا في الحتة دي اللي هو إيه؟ هنا وبورسعيد وإسماعيلية وسينا كله مرتبط بهذا المكان. نعم. صحيح. هي العاصمة دي بين طريقين دوليين. طريق السويس طريق دولي بيودي على جنوب سيناء. فأصبحت جنوب سيناء من النفق لغاية حمام فرعون 150 كيلو. شاطئ العاصمة على بعد خطوة منه. شوف الجمال. ومن الناحية التانية طريق العين السخنة. طريق دولي. فأصبحت من العين السخنة لغاية الزعفرانة 150 كيلو. أصبح شاطئ العاصمة وعلى بعد خطوة منه. شاف العبقرية اللوكيشن وامتداد العاصمة اللي هي هتمتد قناة السويس. ايه يا قناة السويس دي؟ بيعدي منها 28% من حاويات العالم، والرابطة بين أوروبا كلها وبين آسيا. ايه الجمال ده؟ ايه اللوكيشن الحلو ده؟ ادي العاصمة. ده بقى ده النجاح. قرار اللي ما كانش حد يقدر ياخده. اللوكيشن العبقرية الثالثة بقى التخطيط. خططوا واحد موهوب وعنده الحتة بتاعت الديزاين. خططوا بتخطيط ذكي حضاري واسع جدا، ولا في أمريكا. يعني الـ 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 المرافق مفيش بقى حكايه بقى انك تعمل صيانه بحفر والردم، لا لا، ده تانل تخش بسياره تعمل كل حاجه اوتوماتيك. طيب معانا الاستاذ او المهندس مصطفى منصور، وده مطور عقاري في العاصمه الاداريه. باشمهندس مصطفى، اود ان اسالك عن الكلام اللي بيقوله السيد هاني العسال، سيادة النائب هاني العسال، حول العاصمة الإدارية. في انتقادات كثيرة من البعض، إيه أهمية العاصمة الإدارية؟ إيه جدوى العاصمة الإدارية؟ كيف رأيت الأمر وأنت طرف في بناء هذه العاصمة؟
مساء الخير يا استاذ. مساء النور. برحب بحضرتك وبالسيد النائب هاني بالعسل. اهلا وسهلا. فندم العاصمه الاداريه يعني زي ما تفضل سياده النائب وقال فيها عبقريه في كل حاجه. بس نعم. للاسف الشديد يعني هي مش واخده حقها اعلاميا. وما نعم. تتسوقش بصوره قويه. للاسف انا بقابل ناس كتير جدا 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 ويمكن كان ليا موقف مع الاستاذ ابو المعاطي ذاك الصحفي وكنا في المغرب ولقيته برضه بيتكلم عليها بطريقه سلبيه فاصريت ان هو يجي ويزور العاصمه ويشوف العاصمه ويشوف عبقريه العاصمه وبالتالي غير فكرته تماما تماما تماما. مصطفى بيه احنا لما رحنا العاصمه كانت عباره عن صحراء صحراء بمعنى كلمه صحراء. التطور اللي كان بيحصل فيها على فترات قصيره جدا جدا جدا. يمكن عشان ده تخصصي انا كراجل مهندس وراجل شغال في الانشاءات وكنت شغال في الخليج وكده. اعرف حجم الاعجاز اللي بيتم ده اعجاز. العاصمه معموله على اعلى 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 مستوى ممكن سعادتك تتخيله في مدينه. المدينه 108 بجميع مراحلها تبقى 168 الف كيلو يعني اكتر من سنغافوره كبلد. ولكن صراحه انا بحس ان هي مش متسوقه لها خاصه للناس كمان اللي بره مصر واللي جوه مصر. يعني انا مستغرب ان مشروع بحجم العاصمه للوقت ده ملوش قناه مثلا قناه للعاصمه بتشرح ايه اللي فيها والتطورات اللي فيها وايه المشاريع. شايف حضرتك حجم المشاريع اللي احنا كنا دايما بنتمنى ان يكون عندنا المشاريع دي جوه مصر. حي الوزارات يعني يمكن اكاد اجزم ان تقريبا معظم الوزارات انتقلت هناك. في بعد تاني كان ليها مصطفى بيه وهو بعد العماله. احنا استوعبنا كم عماله صحيح سواء بقى اللي جايه من الخليج واللي طبعا للظروف بتاع كورونا والازمات اللي كانت مرت بها البلاد كان في فرص عمل مباشره جباره جباره. وكان سواء مباشرة أو غير مباشرة حضرتك العاصمة دي معجزة على أرض مصر. بس محتاجة فعلا تتسوق صح. محتاجة يتنظم لها زيارات يتعمل لها قناة مباشرة ليها تشرح إيه اللي بيتم فيها. أنا يمكن كنت في زيارة لهناك لسه يعني أنا طبعا بحكم شغلي هناك وكده في المشاريع بتاعتي وفي تسهيلات بتتم هناك من الاداره صراحه يعني من الناس اللي موجودين. لكن هي اهميتها ان احنا يكون عندنا حاجه احنا نفتخر بيها. احنا نفتخر بالكيان ده ان شاء الله يا باشمهندس يعني بالتعاون مع كل الشرفاء من امثالك يبقى عندنا صوره مختلفه ودعايه ايضا وتسويق مختلف كما تفضلت. شكرا لك المهندس مصطفى منصور مطور عقاري في العاصمة الإدارية. الحقيقة يعني يعني احنا معنا 5 دقائق. ال5 دقائق أنا بتركهم ليك تحدثنا عن أهمية هذه المشروعات القومية في أنها مثلت نقطة تحول مهمة في مصر. ولكن البعض يقول أن هذه المشروعات على حساب حاجات كثيرة في البلد. هو أولا هي غيرت شكل مصر. نعم. دي أول حاجة. وأصبحت مصر بتتبني من جديد. صحيح. وبقت الأيدي العاملة يعني أصبحت مش متوفرة بسهولة. نعم. يعني بقينا محتاجين بعض العمالة خصوصا في المدن الجديدة كلها. بس هو في حتة ملاحظة كده يعني عاوز أقولها لأن العاصمة دي يعني هي دي البداية اللي فتحت مصر كلها. هو القرار العبقري ده اللي ولد الشعلة وولد حرارة الحماس لمصر كلها وانطلقت انطلاقة. يعني أنا أصلي دي مهنتي الوحيدة. أنا مهنتي مطور عقاري. أصبحنا مش ملاحقين خطوات التطور. أنا نفسي أنا أول مشروع في العاصمة كنت أنا رقم واحد في الطرح.
كل ما بروح حتى ولو كل شهر بلاقي جديد كتير وبفاجئ. مفيش حاجة اسمها العاصمة، مفيش مدينة اسمها العاصمة، هي لجنة كلها اسم ويجب انها تسمى باسم صانعها. يعني هو احنا عندنا في مصر امثلة كتيرة وفي العالم كله امثلة كتير. مدينة السادات، مدينة السادات، مدينة نصر، مدينة بورسعيد، مدينة نصر، بور فؤاد، بور توفيق، اسكندرية، اسكندرية دي بتاعت الاسكندر الأكبر، عمل مدينة حلوة سماها على اسم واصبحت اصبح اسم اسكندرية منتشر في العالم بسبب المدينة اللي هو بناها في مصر. ويجي المصري اللي هو بنى مصر وطلع قرار العبقري اللي جرى الدنيا كلها وراه، يعني اقل حاجة نسميها باسمه. نعم نعم. هو رفض مشكلة، هو رفض لما بتاخد رأيه. لكن هو ده بيبقى توصيف، يعني هو انا مش بمدح، انا بوصف. نعم. صاحب القرار نسمي ولا نسميها بعد لما يكون مش موجود عيب يعني، وهو موجود حتى ده تكريم. تكريم ليه يعني؟ تكريم وتشريف والمصر كلها. نعم. يعني ده هو كده رمز كده، يعني ده هو من ساعة ما وقف وقال نوه وهو رجل عادي مش مرشح لأي حاجة، قال نوه ده قال نوه لإيه؟ لكل حاجة غلط طبعا. قال نوه للإرهاب، لا للإرهاب، لا لأي حاجة غلط. صحيح. اللي عاوز ينضم ليه ينضم. صحيح. فطلع قد إيه بقى؟ 35 مليون. نعم. 35 مليون طلع، لم تحدث من قبل واعتقد لم تحدث بعد. والتاريخ شاهد. نعم. ده بيرلسكوني رئيس وزراء ايطاليا ساعتها، هو راجل فيموس يعني وتعلم في السياسه، قال انا لو اقف اعلى حته واقعد عشان احاول انادي واجمع مليون او 2 مليون مش هلاقي. دي حاله خاصه، دي عبقريه المصريين، دي عبقرية الشعب، عبقرية المصري، الشعب ده التاريخ. نعم. ده التاريخ يا بي السابق اللي مصر كانت وضللوها وقالوا ان المقابر ديت، ان الاهرامات مقابر وهي الاهرامات دي مخزن للعلم وشعاع للعلم كله. مهم، هي راجعه تاني وقادمه قادمه، وانا ليا تحليل ان مصر هتبقى السادس او السابع او حتى الخامس لو الارهاب بعد عنها التحديات الداخليه والخارجيه، تبقى الخامس بسهوله. وليا تحليل فني، احد تقارير الامم المتحده هيئه تنمويه قالت ان مصر مرشحه لان تكون السابع. انا بقوله ده كاتبه في فتره زمنيه مقبله، كاتبه وقلته من 6 سنين وبتحدى بيه. حتى بالغرفه قالوا لي جايبه على اساس ايه؟ دي مقاييس يعني ممكن نقعد نحللها تحليل فني. يعني أظن أن الكلمات التي تحدث بها المهندس هاني العسان بعد إذن سعادتك، فيجب أقل حاجة نسمي العاصمة سي سي عاصمة مصر. دي أنت لو قلتها بالعربي سهلة وبالإنجليزي سهلة وبين الشمال لليمين سهلة ومين بالشمال سهلة، وفخر فخر مصر وفخر الأمة العربية كلها. أنت عاوز إيه تاني؟ أظن أن يعني ما تفوه به المهندس هاني العسال وما نطق به وما حلله من رؤى حول قضايا الإسكان المختلفة يمكن بالفعل أن تمثل بداية مهمة جدا يدور حولها النقاش. وأعتقد أن هذا القانون المهم، قانون التصالح في مخالفات البناء، يستحق مزيدا من النقاش قبل الإصدار. في نهاية هذا اللقاء أنا بشكرك. شكرا. أنا كمان اللي بشكرك. الله يخليك. شكرا. شكرا لكم، ونلتقي الخميس القادم في 6 مساء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.